بدأت المملكة المتحدة حملة طبية للكشف عن جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تستهدف قرابة 80,000 شخص بطريقة الطرق على الأبواب في محاولة للحيلولة دون تفشي السلالة الجديدة للفيروس والتي بدأت في الظهور من جنوب إفريقيا ويعتقد أنها أشد في العدوى. ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أنه رغبة في احتواء حالات التفشي الجديدة فإن اختبار السكان سيتم في 8 مناطق من البلاد لمعرفة ما إذا كانت تظهر عليهم الأعراض أم لا، وهي عملية تعرف باسم اختبار الطفرة. عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا دكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في كلية الطب جامعة كارديف البريطانية. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي يمكن أن تفضي إليه هذه الاستراتيجية الجديدة، استراتيجية الطرق على الأبواب؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبكل المشاهدين. الاستراتيجية التي أعلن عنها الحكومة البريطانية على لسان وزير الصحة هنا تستهدف التحري عن السلالة الطافرة المتحورة التي ظهرت في جنوب أفريقيا. السلالة الجنوب أفريقية معلوم أنها أكثر انتشارا وأسرع انتشارا، ظهرت 10 حالات في 8 مناطق من إنجلترا، وهذه الحالات كانت مرتبطة بالسلالة الجنوب أفريقية. السلالة الجنوب أفريقية هنا عند هؤلاء الأشخاص لم تظهر أنها على علاقة بسفر مؤخرا من جنوب أفريقيا، وهذا ما أثار تساؤل كبير عن مصدر تلك الحالات. هؤلاء الأشخاص لم يصلوا مؤخرا إلى المملكة المتحدة من جنوب أفريقيا، وبالتالي لابد من البحث عن هذه الحالات بشكل أعمق هنا في المجتمع وبين الناس. ولذلك قررت الحكومة هنا ووزارة الصحة أن تقوم بحملة واسعة للتحري عن تلك السلالة من خلال إيصال العينات التي تؤخذ منها المسحات من المرضى. لكن دكتور محمد، إذا كانت الأعراض واحدة وإذا كانت طرق الوقاية واحدة وإذا كانت اللقاحات يفترض أنها أثبتت فاعلية على السلالة المتحورة البريطانية أو الجنوب أفريقية أو البرازيلية، ما الحاجة إذن لاستنزاف الجهود والطاقات في سبل البحث أو التفتيش عن هذه السلالة وأصحابها؟ سؤال جميل جدا والإليه بنقطتين. النقطة الأولى هنا أن السلالة الجنوب أفريقية هي أسرع انتشارا وأكثر انتشارا، وبالتالي يعني الحكومة هنا لا تريد أن تقف موقف العاجز لاحقا عندما تتفشى هذه السلالة وتخرج عن السيطرة وتزيد من نسبة الانتشار في إنجلترا بشكل عام. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية هنا، على الرغم من التأكيد أن اللقاحات لا زالت فعالة، هناك بعض المخاوف أن هذه اللقاحات لن تكون قادرة على السيطرة على تلك السلالة الجنوب أفريقية بشكل كامل، ولذلك اعتمد هذا الفحص بشكل واسع، وهو ما عبر عنه وزير الحكومة وزير الصحة في الحكومة البريطانية أننا سنهاجم هذا الفيروس. نعم. قاسي، يعني يودون أن يجتثوا هذه السلالة من جنوبها عبر إجراءات مشددة أكثر هنا من حيث العزل، من حيث الحجر المنزلي، وأيضا إجراء هذا الفحص على كامل السكان. نعم. 8 مناطق من المملكة المتحدة في إنجلترا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الحاج علي، الطبيب والباحث في كلية الطب جامعة كارديف البريطانية، شكرا جزيلا لك.